أهلا بكم في الفقرة الأخيرة من حلقة اللادي، وهي فقرة خاصة الحقيقة تعليقا على مباراة الأهلي والزمالك اللي فاتت أو خلصت من شوية، والأهم كمان يعني ماذا وراء التسريب الخاص بمكالمة أحمد جمال لمرتضى منصور، واللي سب فيها مجموعة من الشخصيات الأهلوية، واللي قرر بعدها مرتجى خالد مرتجي أنه يعني يرفع قضية عليه. وبعد اعتذار مرتضى منصور، هل يمكن أنه يتنازل الأهلي عن القضية دي؟ خلوني أقول لكم حال الرياضة في مصر كمان، والإعلام الرياضي مش الرياضة. كل ده هناقشه مع ضيفي عبر السكايب الأستاذ مؤمن مهنا، الحكم السابق والمحل الرياضي. أهلا بك يا أستاذ مؤمن. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك. الله يخليك يا رب، تحياتي لحضرتك ومشاهدينك الكرام. أيضا معايا الأخ والكابتن والصحفي الرياضي أحمد سعيد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد يبدو أهلا بك يا أستاذ أحمد، صوتك مش واصل، زي برضو لعبكم في الدوري ما كانش حلو، فصوتك برضو مش حلو، فأنت حاول تصلح صوتك زي ما تحاول تصلح مستوى الزمالك، وتعالى يعني عادي جدا صوتك طالع كده. طب وريني صوتك كده، سمعني كده. اهلا بيك يا استاذ احمد. مساء الفل يا استاذ محمد. لا ما هو الحماس دلوقتي ملوش لازمه، خلاص الماتش خلص. بس خلونا الله يخليكم سريعا كده استاذ مؤمن، انا عارف تقييم الاستاذ احمد لماتش الاهلي والزمالك، لكن خليني اسالك انت، ما هو تقييمك لمباراه اليوم سريعا قبل ما اخش في الموضوع؟ يعني استاذ مؤمن. ايوه استاذ محمد. ايوه كده الصوت تمام. كده الصوت تمام. ما هو تقييمك لمباراه اليوم بين الاهلي والزمالك؟ والله بالنسبه لي المباراه كانت مخيبه للامل جدا، يعني لو اتكلمنا على مستوى الفرقتين فمستواهم متقارب، لكن مستواهم في الماتش دوت بس، مستوى الاهلي والزمالك اللي احنا عارفينه، لا المستوى كان سيء جدا. اللعيبه الكبار اللي احنا بنبص لهم المفروض ان هم الصفه في الدوري المصري قدموا اداء سيء جدا. النهارده احنا شفنا اداء كبير من اللعيبه الشباب، اللعيبه اللي اول مره نشوفهم النهارده، لعيب زي سيد نيمار، اللعيبة الصغيرين اللي نزلوا هم اللي عملوا أداء وهم اللي عملوا شكل. اللعيبة الكبار من سواء من الأهلي أو من الزمالك بغض النظر عن الاثنين، محمد يعني الشناوي. يعني أنت تقييمك سريعا كده أن الماتش كان مخيب للأمال؟ جدا جدا جدا. طيب خليني أروح للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هل صحيح بأن الأهلي أكثر فريق محظوظ في الدنيا؟ أستاذ أحمد، عشان النهاردة يعني عشان الأداء بتاع بص يا استاذ محمد، المباراه زي مؤمن ما قال كده مباراه مخيبه للامال، بتعكس الحاله اللي بتعيشها الكره المصريه حاليا. شايفين المنتخب واداء المنتخب عامل ازاي، اهلي وزمالك اللي هم المفروض بيغذوا المنتخب باهم اللعيبه، شايفين الاداء النهارده كان عامل ازاي. لكن حظ الاهلي، اعتقد ان الزمالك اقرب للفوز بسبب كره امام عاشور، لكن في الملخص المباراه كانت سيئه جدا، فرقتين ما قدمناش اي كوره، وزي مؤمن ما قال اللعيبه الصغيره هي اللي قدرت تثبت نفسها النهارده، لكن اللعيبه الكبار كان ادائها سيء جدا. الزمالك اقرب للفوز لان ما هو تقييمك استاذ احمد لعنوان نازل في موقع القاهره بيقول للموسم الخامس على التوالي الاهلي يفشل في هزيمه الزمالك رايح جاي في الدوري؟ شوف انت جايب الخبر ده محمد كالعاده عشان تتعصبني، بس انا مش قاعد معاك في الاستوديو. لا ما سمعتش انا حضرتك بتقول ايه؟ انت جايب الخبر ده زي كالعاده، يعني انت عايز تخرجني بره الموضوع. لك العاده، بس انا فاهمك، بس انا راجل مذيع بيجيني كلام بقوله. طيب الخبر ده جاني قلته، بس ليه انت نفسيتك كده ناحيتي؟ لا ما هو تعليقك على، بس هم جايبين الخبر وحش حتى كمان، للموسم الخامس على التوالي الاهلي يفشل في هزيمه الزمالك رايح جاي في الدوري؟ ما تجيبه كويس يا صالح عشان بس عشان الاخ، خده تاني، خده مره تانية، دور عليه تاني هاته عشان ندي لاحمد سعيد كده حلو. يعني ايه بقى هو تعليقك على ده؟ انا هقول لك على حاجه، انت دلوقتي شايف الحاله الاداريه اللي فيها الزمالك بقاله سنين، اللي عايشين فيها كزملكاوي عامله ازاي؟ ده طبيعي جدا، يعني ده فشل الاهلي، النادي مستقر
عنده احسن لعيبه في مصر، عنده فلوس يقدرش يكسب. صحيح، عندك حق. نادي مستقر ما عندوش مدرب، ولسه المدرب بتاعه ماشي وبيدربه سامي قمصان مؤقتا، نادي مستقر جدا. صح، برافو عليك. ولسه خسران بطولتين، ولسه خسران من الوداد المغربي، نادي مستقر قوي يعني، برافو عليك. انت ايه ده، بتجيب الحاجات الحلوه دي منين؟ خلينا نروح للاستاذ، مهنا. استاذ مؤمن، سريعا عشان الوقت بيخلص مني، كيف تابعت تسريب مرتضى منصور واحمد جمال، وتفتكر من الذي وراء هذا التسريب؟ الصوت تاني بس عشان الصوت راح. السؤال كيف تاني؟ الصوت بيروح. كيف تابعت اهو الموسم الخامس على التوالي الاهلي يفشل في تكرار انجاز الفوز على الزمالك ذهابا وايابا، حاجه تحرق الدم الزملكاوي طبعا. السؤال السؤال ليك انت. لا مش ده السؤال، ده مش موضوعنا خالص، احنا بنتكلم على الماتش. لكن بتكلم كيف تابعت تسريب مرتضى منصور واحمد جمال، ومن رايك مين هو اللي ممكن يكون مستفيد من تسريب حاجه زي كده؟ والله هو اصلا يعني اخر فتره فيه هبوط كبير قوي لمستوى الاهلي، لعيبه الاهلي تحس ان هي ماليش دعوه بالاهلي، انا بتكلم على التسريب المتداول لمرتضى منصور واحمد جمال. لا الصوت مش واضح. في مشكله عنده في الصوت. طيب نروح للاستاذ، احمد سعيد. استاذ احمد، سفر، ممكن تدينا بس فكره عن المشكله دي؟ عايز يمشي طارق حامد، جاي له اكتر من عرض من السعوديه ومن قطر. في مرتضى منصور طبعا حاطط طارق حامد خانق دلوقتي، اللي هو من قصر يعني، هو الراجل دلوقتي مش عارف الفريق. حتى امير مرتضى منصور اكتر مره قال طارق حامد خلاص عايز يمشي يمشي، احنا مش هنضغط عليه اكتر من كده عشان يجدد مع زمان. فخلاص طارق حامد اعتبره ان هو بره الزمالك خلاص يعني. النهارده انا بقول لك اهو طارق حامد مش هيلعب باسم الزمالك. خليني اسالك سؤال، جون الاهلي بتاع التعادل جه في الدقيقه كام؟ الاهلي جه في التعادل جه في الدقيقه 89. كلمني عن احساسك في الدقيقه دي. طيب انا هقول لك، انا ما كنتش متوقع ان الزمالك يقدر يرجع ويتعادل ويتقدم على الاهلي بصراحه. انا كانت بالنسبه لي فرحه كبيره جدا. انا يعني انا قبل الماتش قايل ان الاهلي هيكسب والامور هتخلص. لما انت كل سنه كده، بص احمد، انت كل ماتش من ست سنين بقابلك بتقول الاهلي هيكسب النهارده. انت بتقول الكلام ده كنوع من الوقايه عشان لو كسبته خلاص يبقى، او اتهزمت يبقى تمام. فسيبك من الجمله دي، سيبك من الجمله. انا بصراحه انا راضي عن اللي حصل، راضي عن اللي حصل النهارده، راضي عن النتيجه جدا. والحمد لله احنا طلعنا بتعادل. النادي الاهلي انت بتقول ان هو عندهم سامي قمصان ما عندهمش مدرب، هو سامي قمصان كان موجود في الفريق وعارف كل حاجه يعني. الراجل مش جايبينه مثلا من على القهوه يدرب الاهلي اليومين دول، فالراجل موجود في الفريق وعارف الخبايا بتاعت الفريق عقبال ما يجيبوا له مدير اجنبي. فلا الاهلي اكثر استقراره من الزمالك. بس ده يعني انت لا شك ان الدقيقه اللي جا فيها جون التعادل ده يعني كانت بالنسبه لك يعني صادمه. زعلت شويه. لا مش شويه، كتير يعني. هو الاهلي ناقصه 3 ماتشات دلوقتي على الدوري؟ لا فاضل له 3 ماتشات عشان يعادل ماتشات الزمالك. يعني لو كسب الثلاث ماتشات بتوعه هيفرق عن الزمالك بخمس ماتشات. وانت توقعك بقى مين اللي هياخد الدوري؟ لسه في كلام لكن. طيب سؤالي بقى اللي كنت بساله الاستاذ مؤمن، تابعت التسريب المتداول لمرتضى منصور واحمد جمال؟ سؤالي ليك انت يا احمد بجديه يعني، من اللي وراه، مين مصلحته يسرب مكالمه سخيفه او سفله زي دي؟ اللي سرب المكالمه بتاعت مرتضى منصور واحمد دياب من 4 ايام هو نفس الشخص. بس قول مثلا ان كان مرتضى بيسجل وقال له انا بسجل لك، لكن مين سجل يعني؟ هل ممكن مرتضى يكون بقى احمد جمال؟ مش معقول. هل ممكن احمد جمال هو اللي سربها لنفسه؟ مش معقول. مين اللي في النص ممكن يكون له مصلحه في تسريب مكالمه بهذه السفاله؟ عاوز محمد، انت راجل يعني استاذنا وعارف مين اللي بيعمل الحركات دي وتوقيتها كمان، توقيت خروج المكالمه بعد ما منصور اعلن ان احمد جمال راجع مذيع تاني في نادي الزمالك ويعملوا له افتتاح جديد والقصه ديت. ففي حد زق المكالمه ديت عشان خاطر يعمل هوجه ما بين اداره نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الاهلي. وخلي بالك لسه من اسبوعين مرتضى واخد على محمود الخطيب ببراءه بعد ما واخد حكم ان هو ياخد سنتين، عمل استشكال براءة حكم بتاع خطيب ظهر تسريب عشان يخش في حكايه ثانيه مع مجلس اداره النادي الاهلي وقضايا جديده وحوار جديد. فكر انت بقى استاذنا وعارف العيب. طيب انا السؤال الاخير ليك سريعا، كيف ترى تغطيه الاعلام الرياضي لاخبار زي محمد الشرباجي ومحمود حسني الناشئ اللي اخذ 3 ذهب؟
كيف ترى التغطية الإعلامية للأبطال المصريين في اللعبات الفردية؟ لولا الأستاذ عباس أبو الحسن لما ما كانش كتب البوست عن محمود. أنا معاك يا أحمد، صوتك راح. لولا الأستاذ عباس أبو الحسن ما كانش كتب البوست ده ما كناش نعرف حاجة عن محمود حسني. على كل حال احنا عندنا مشكلة في الـ 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 السكايب والصوت، واضح انها مشكلة من عند المصدر مش من عندنا احنا. لكن عايز اقول لكم في النهاية كان في امير مرتضى بيقول لجمهور الثالثة طارق حامد رجع من الإصابة وتعافى، ويحصل في تحقيق لغيابه عن الزمالك، ولو ابدى دفوع تبين حسنيته هتبقى اداريا والامر انتهى، وستكون مشكلة فنية مع فريرة لانه كان استحاله وافق على سفره غير لما فريرة وافق. ده اللي قاله امير مرتضى. لكن انا ما اعرفش معايا الاستاذ مؤمن مهنا ولا لا، ما عنديش فكره يا جماعه في الكنترول. معايا مؤمن؟ معايا اجرب مع الاستاذ مؤمن. استاذ مؤمن معايا حضرتك؟ سمعني كده كويس؟ موجود. سامع. سؤالي بقى ليك يا استاذ مؤمن، كيف ترى تغطيه الاعلام الرياضي في مصر لابطال لعبات فرديه زي محمود حسني وخلافه؟ والله هو الإعلام الرياضي عندنا بيهتم بجزء معين بس في الرياضة، وبرضه ما يبينش الجزء الفاسد اللي هم برضه مش عايزين يوروا للناس. عندنا نماذج كتير قوي اتظلمت بره في رياضات كتير، واللي منهم اللي اتجنس واللي ما أخدش حتى حقوقه. أيوه معلش، أنا عندي سؤال ليك يا أستاذ مؤمن. أنت صغير قوي في السن، إزاي حكم سابق؟ أنا كنت من أوائل الدفع اللي اتاخدوا في سن صغير، اللي قدمهم حكم وائل شعبان مدرسة التحكيم، وصلت لحد حكم درجة تالتة وبعد كده سافرت. يعني أنت اللي سبت الكارير مش بسبب ظروف معينة يعني؟ لا 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 لا. أصل أنت صغير أوي في السن، فمكتوب قدامي حكم سابق بستغرب جدا. طيب أستاذ أحمد شيكابالا سجل 4 أهداف في الأهلي طوال تاريخه، لأول مرة يسجل وينجو الزمالك من الخسارة. خسر أمام الأهلي 1-2 في نهائي بطولة دوري أفريقيا، خسر أمام الأهلي 3-4 في نهائي كأس مصر، خسر أمام الأهلي 1-2 في الدوري موسم كذا، تعادل أمام الأهلي 2-2. ما هو تقييمك لإنجازات شيكابالا مع الزمالك ضد الأهلي؟ من جماهير النادي الاهلي على شيكابالا، واللي بيعملوه في السوشيال ميديا ده حرام بجد والله. يعني انا شايف ان شيكابالا ده اسطوره في نادي الزمالك زي ابو تريكه وتلاقي الاسامي الكبيره المحترمه اللي في النادي، فمش لازم كل بقى شويه نعمل سبوت على شيكابالا ونشوف حياته. صحيح، وانا بأيد ده، لان خصوصا الناس بتمسك في شيكابالا بتصل لمرحله متدنيه جدا. طيب يعني الاستاذ مؤمن، ما هو تقييمك لحكم مباراه النهارده، خاصه قيل ان في ضرب جزاء لم تحتسب او غيره؟ كان ممتاز جدا، وتحيه كبيره فعلا لحكم الرايه. حكم الرايه النهارده كان متميز جدا في التسللات، والحكم الساحه كانت صفاره بتاعته جدا. بالعكس هو تعامل بحزم وباحترام اعتراضات كتير من اللعيبه بتاعت الزمالك، في اوقات برضه من لعيبه الاهلي، لكن هو اتعامل بهدوء من غير ما الماتش يفلت منه، اتعامل بهدوء جدا وكان حكم ممتاز، مش شايف اي صفاره. وصف لي المباراه في كلمه في نهايه اللقاء ده، وصف لي مباراه الاهلي والزمالك التحكيم بتاعها في جمله واحده. اتمنى نشوف المستوى دوت في التحكيم المصري. الأستاذ مؤمن مهنا الحكم السابق والمحرر النادي، بشكرك جدا يا فندم. أحمد سعيد، اديني عنوان منشط لمباراة اليوم. التعادل يعكس صورة الكرة المصرية ووجه الكرة المصرية الشاحب هذه الأيام. بشكرك جدا الصحفي الرياضي الأستاذ أحمد سعيد، بشكرك جدا. قبل ما حد يزيد علينا عايز اقول لكم انا عندي موقف من الكوره، وان انا ما بحضرش ماتشات الدوري بشكل زي قبل استاد بورسعيد، وانه اذا كان ماركس بيقول ان الدين افيون الشعوب، وانا متفق معاه في القصه دي الى حد ما، فمش عشان الدين وحش، لا انا متفق معاه ان الحكام بيستخدموا الدين عشان يخدروا الشعوب. أنا متفق أيضا مع اللي قال إن الكورة أفيون الشعوب. فأنا مش لما بنغطي حدث النهارده زي الكورة ده، مش معناه إن إحنا مع أو ضد أو كنا مهتمين، بالعكس الكنترول كله ملوش علاقة بالقصة، لكن
صعبان علينا حال الإعلام الرياضي لما يترك زي ما قال أحمد سعيد لولا الأستاذ عباس أبو الحسن كتب عن محمود حسني ما كناش هنعرف عنه حاجة ولا ثلاث جوائز ولا غيره. الحقيقة أن الكرة في العالم العربي أو في مصر هي وسيلة من وسائل اللي بيستخدمها الأنظمة علشان تخدر الناس ويطلقوا منها العصافير ويلهوا الجمهور في أشياء فعلا ما بتفيدش غير اللعيبة والنادي بتاعهم، أما الشعب فزي ما هو حالته بالبلد.